اهلا وسهلا بكم. نتحدث احنا عن سوق المسروقات اللي كان في التقرير قبل شوي. ضيوفي الاعزاء الدكتور الزبن وايضا معي الان الدكتور حمد القاضي. دكتور حمد سؤالي لك. مرحبا. انه عرضنا في بدايه الحلقه تقرير يؤكد وجود اسواق المسروقات من دون رقابة بلدية وأمنية على أعمالها. من الجهات التي تتحمل مسؤولية بقائها حتى الآن، وما هي طرق المعالجة الفورية لها برأيك؟ جيد. أنا والله شفت فعلا الحقيقة التحقيق المدعوك بجد الأخال. والله يا ساعي سكرتني الحيرة. أنا ما أصدق يعني سوق الساعة 1 بالليل حتى 4، واضح طبعا أنه مخالف كل الأنظمة، أنه مسروقات، أنه مغشوشة. أنا قاعد تفكر إذا كان يبيع أشياء لها علاقة بالصحة، كيف الأضرار اللي تحصل إذا كان يبيع مثل أشياء كهربائية مقلدة تحرق البيوت؟ هذا أمر مؤلم. أنا ما أدري، أعتقد الملف يعني هناك عدة جهات مثل عنه، لكن أنا في تقديري الجهة الأولى والرسمية هي وزارة التجارة بمراقبيها بمسؤوليها. يعني كيف سوق الآن واضح الساعة مو يعني مو تحت الأرض، هذا فوق الأرض، يعني الساعة 1 بالليل الساعة 4 ما اختار هذا الوقت، لأن في شيء يعني في غش، في كذب، في سرقة. فأنا يعني أنا أقول وزارة التجارة، وأنا والله يعني لا أعول كثيرا عليها رغم أنها هي المسؤولة. ما عندك مئات الأسواق، وحسب ما نقرأ أعداد المراقبين قليلة جدا، لكن تظل الجهة الأولى في الواقع وزارة التجارة اللي هي اللي مسؤولة عن مكافحة الغش، مكافحة الأشياء التي يجب المقلدة. طبعا تأتي طبعا الشرطة لها دور، كون سوق الساعة 1 بالليل يبيع أمام الناس وأمام يعني عيونهم، هذا فيه سر. فهو الشرطة لها دور كبير، وعليه يجب أن تنظر هذا اللي يبيعون مخالف الإقامة من أين أتوا بالبضائع. يعني احنا ما نقول 100% مسروق، لكنه واضح كون اختفائهم بهذا الوقت. طبعا وزارة العمل يا اخي دورة تأتي ايضا، هؤلاء الباعة ما هي اقامتهم، هل صحيح اقامتهم، هل وضعهم بقاءهم بالبلد سليم؟ يعني ملف ساخن والله يجب ان يعالج، واخشى ان يستفحل باضراره الاجتماعية والصحية. نعم نعم. دكتور حمد، ما هي رؤية المجلس للأعمال القائمة حاليا في بعض المناطق الخاصة بتعديل أوضاع الأحياء العشوائية؟ هل تعتقد أن مستوى الإنجاز مقبول، أم لديك رأي يعني مختلف في هذا الجانب؟ نعم، أنا في تقديري الجهات التنفيذية سبقت طرح الموضوع في المجلس. طبعا طرح، تعرف أستاذ علي، أنه كان ملف الأحياء العشوائية ملف مسكوت عنه، نحن حقيقة الجهات التنفيذية غفلت عنه طويلا. حتى الآن صار كرة الثلج، كبر جدا، تفاقت مشكلاته الأمنية والاجتماعية. يا أخي هذا الأحياء العشوائية يعني الآن اللي بدأت الحلول العملية، تعرف كان اهتمام من سمو الأمير نايف ولي العهد في هذا الموضوع، رأس لجنة لمعالجة هذه الأحياء. الآن وهو طبعا أكثر ما يظهر في مكة المكرمة، الأحياء في مكة المكرمة وفي جدة، الآن الحقيقة الأمير خالد الفيصل، وأعتقد قرأتم معي الآن اهتمام بالموضوع واللجنة المشكلة لذلك، والآن أحياء سوف تزال ويقام بدلها أحياء أخرى. أنا الحل الوحيد واضح، إنه إزالة هذه الأحياء. يا أخي يقول اللي في الذي فيها فيها جرائم، لا يتعلمون، أوضاعهم الصحية سيئة، وهم إحدى يعني هناك شريحتان اللي تسكن في هذه الأحياء، إما مواطنون يعني مع الأسف اعتدوا على الأراضي وبنوا عليها مباني سيئة وغير صحية وغير آمنة، أو أعمال متخلفة. المواطنون كما هو الآن الحلول المطروحة هدم هذه الأحياء وإسكانهم في أحياء أخرى، ومن حقهم أن يسكنوا. يا أخي الأعمال المتخلفة ليش تبقى بمشكلاتها بمساوئها؟ يجب أن ترحل إذا لم يكن لديه إقامات رسمية، يجب أن ترحل. أنا متفائل الآن، والأمير خالد الفيصل كنا نعرفه بحزمه وقوته، أنه إن شاء الله لا أقول خلال سنة لكن خلال سنوات أرجو أن نغلق ملف الأحياء العشوائية الذي فعلا يزداد وتزداد مآسيه وتتفاقم مشكلاته. شكرا لك دكتور حمد القاضي على هذه المشاركة، عضو مجلس الشورى السعودي. أعود لك دكتور، يعني يوجد سوق آخر في مكة المكرمة معروف باسم سوق جودن أو جودن، ما أدري هل مكة عاد أدرى، وهو سوق متخصص في بيع الأدوات الكهربائية والأثاث المسروق. برأيك أيضا من المسؤول عن وجود مثل هذه الأسواق المشبوهة، ومن يتحمل المسؤولية؟ يعني أنت مثلا
يعني والمتخصصين يعني في نفس تخصصك تقدمون دراسات، وربما بعضها يصل للجهات المسؤولة، بعضها يظل مفتوح لأي جهة تبغى تستفيد منه، ولكن وأيضا هذه أبحاثكم مبنية على ظواهر تشاهدونها في المجتمع وتدرسونها وتحلونها، ولكن مع ذلك في ظواهر، يعني أنت ما تكلم أنت مثلا عن غانا ولا عن نيجيريا ولا عن بلدان يعني فيها انقلابات 24 ساعة، ولا يعني تتكلم عن المملكة العربية السعودية، دائم في حديث أنه الأمن جيد، دائم في وحدة وطنية واضحة، فيها الوطن يعني مهما تعدد مشاربه ولكنه لحمة واحدة، يعني كل الأمور الأساسية اللي مفروض أنها توفر الأمن وتقضي عليه ظاهرة غير إيجابية موجودة، بينما نجد مخالفات عجيبة يعني ممكن ما يتصورها الحين المشاهد اللي ما شافها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة وصم مدينتي جدة ومكة بأنها هي الأحياء فقط أو البدن اللي فقدت فيها أحياء عشوائية، هذا يعني تقليل من حجم المشكلة، لأن المشكلة أن هذه الأحياء العشوائية ليست فقط في جدة ومكة، بل هي موجودة في الرياض وفي معظم المدن الكبرى في المملكة أو المدن اللي سريعة النمو تنشأ هذه الأحياء، وهذه الأحياء زي ما ذكرتم في التقرير تنشأ فيها ممارسات يعني أحيانا حرفية. ويعني دعني قبل أن أجيب على سؤالك، يعني الدكتور حمد الحقيقة ثني على ما ذكره، لكن هو لم يشر الجهات الأمنية والتقصير في لدى هذه الجهات الأمنية في ضبط هذه المشاكل التي تنشأ في الأحياء الهامشية. يعني سؤالي الذي أطرحه للجهات الأمنية، هل من المعقول أن هذه الجهات ليس لديها معرفة بهذه المشكلات وهذه الجرائم؟ ونحن نتكلم عن جامعة الأمير نايف وما يصدر منها من أبحاث ودراسات، وجامعة المملكة الأخرى متخصصين في دراسة الجريمة، وتنشأ أبحاث ميدانية تطبيقية على هذه الأحياء العشوائية وتظهر حجم المشكلة، ومع ذلك ليس هناك خطط أمنية لمعالجة هذه المشكلات. قد يكون الجهات الأمنية ترمي الحجر، أو خلنا نقول أنها ترمي العبء تماما على الجهات الخدمية التي أسهمت بشكل أو بآخر في وجود هذه الأحياء، لكن هذا لا يعفي الجهات الأمنية أن تضبط هذه المسائل. يعني تقريركم اليوم يشير مثلا لظاهرة في جدة، وأنت الآن أيضا أستاذي الكريم أشرت إلى ظاهرة في مكة المكرمة، وأنا أكمل يعني حديثك بأنه في الرياض أيضا هناك حي من أحياء الرياض هو معروف يعتبر حي عشوائي، وش اسم الحي؟ في ممارسات جريمات عشان الجهات المسؤولة يعني هم يعرفون هذا الحي. لا خلنا يا دكتور احنا ما نتكلم عن اللغز، والله لازم احنا نساعدهم، يمكن ما يدرون، اذا الامن ما يدري في مشكله، خلينا نقول له مش اسم الحي، يروحون يداهمون يسوون. انا تو جايني مسج الحين حي مكه، لكن المسمى يعني اللي بغنا مسمى ثاني حتى نسميه، فقول لي اسم الحي في الرياض عندك. هو الحقيقة في أكثر من حي بالرياض، بس في حي يمكن يشتهر أكثر، يمكن بعض سمع عنه حي الجرادية أو كذا. يعني في أحياء العشوائية اللي نشأت في الرياض أو محيط، سواء محيط مدينة الرياض أو داخل مدينة الرياض عندما هجرها السكان الأصليين، أو في جدة أو في مكة أو في الدمام أو في المدينة أو أي مدينة من المملكة، الحقيقة خصائصها متشابهة، لأنه دائما من يسكن هذه الأحياء يسكنها المهاجرين غير الشرعيين اللي هم نحن نسميهم العمالة الوافدة اللي ما عنده إقامات، الذكور وليس الإناث، العزاب والشباب، يعني هذه خصائصهم الاجتماعية. هم يختارون هذه الأحياء لأنها سهل عليهم ممارسة الأنشطة الإجرامية، وأيضا سهل عليهم الهروب في حالة وجود المداهمات الأمنية. لكن طيب، للأسف هذه المداهمات الأمنية تتم بشكل عشوائي وغير منظم وغير يعني ممنهج بطريقة سليمة، فبالتالي يستطيعون الهروب بما يعني ربما في مشكلة يمكن أكبر من اللي ذكرت عن الأشياء المسروقة. تكلم عن ترويج المخدرات، يعني أنا ما يعني وأنا مسؤول عن كلام أنت أساسا هذه بيئة السوق اللي شفناها في التقرير أو اللي ذكرت المثال أو اللي في مكة، البيئة السوق نفسها يعني أساسا يعني شيء بسيط تبيع فيها كل شيء، يعني أنه ملابس، هذه أشياء بسيطة، لكن نتكلم عن ترويج مخدرات، نتكلم عن أشياء نعم. يعني خطيرة طيب. سأعود لك دكتور، سأعود لك دكتور، الأمن والمجتمع. نعم سأعود لك، ولكن معي الآن على الهواء مباشرة على الهاتف عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء طيار عبد الله بن عبد الكريم السعدون. سعادة اللواء أهلا وسهلا بك.
مرحبا وسهلا. ما يحدث في الاحياء العشوائيه يعني هو ترويج للمخدرات وافتتاح اسواق المسروقات وانشاء عيادات للاجهاض وغيرها من المخالفات. يعني كيف كانت تقرا لجنتكم هذا الجانب وماذا قدمت؟ اللي هي لجنه تحت قبه مجلس الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اشكركم على مناقشه هذا الموضوع الهام. وتعرف اولا اللجنه الامنيه هي ليست لجنه تنفيذيه، وانما هي لجنه تدرس يعني ما يعرض عليها ومن انظمه وقوانين ومثل هذه الامور. وانا الان لي تقريبا 3 سنوات لم ياتي الى اللجنه اي شيء بخصوص الاحياء العشوائيه في هذا الجانب، لكن انا ودي اتكلم وجهه نظري انا يعني كمواطن اذا تسمح لي. ما ادري اول شيء كم الوقت المخصص؟ هذه مشكلتكم انتم اعضاء المجلس، عندكم مشكله مع الوقت. اول شيء ابغاك تكلمني كعضو مجلس الشورى، هذا اول شيء. انا لا انا الحقيقه اللي اتصلت بي على اساس ايضا اتصلت بي وطلبت مني ان وداخل ايضا يعني كمواطن، وانا ضابط سابق بس القوات الجويه. طيب كمواطن قلنا وجهه نظرك. ايوه. وش سؤالك بالله مره ثانيه؟ عاد علي. انتم في المجلس، هذه لجنتكم اللي انتم، ماذا قدمت وكيف تقرا هذه الاحداث وهذه الاسواق عندما تراها او تصلها معلومات؟ ايش التحركات اللي ممكن تسوونها انتم؟ والله شوف يا اخي، اولا انا ودي اقول لك يعني بالنسبه للاحياء العشوائيه ليست وليده يعني اليوم او وليده الامس او كذا، يعني كم مضى عليها الان من سنوات. اعتقد ان الحل يجب ان يكون من السلطات التنفيذيه. اولا الاحياء العشوائيه هذه يجب ان تدرس من نواحي اجتماعيه ومن نواحي الفقر ومن نواحي التعليم والاشياء هذه كلها، ثم تأتى بحلول متكاملة. يعني الحلول المجزأة لا يمكن أن تحلها بالنسبة للأحياء العشوائية في هذا الجانب أبدا. فهي مثل أنا الحقيقة ما كنت متابع حتى هذا، لكن والله سعادة اللواء ودي أنك شفت التقرير لأنه كان ممكن يعطيك يعني وضوح أكثر. عموما سعادة اللواء أشكرك، سعادة اللواء الطيار متقاعد عبد الله بن عبد الكريم السعدون عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، أيضا عضو مجلس الشورى، شكرا لك على المداخلة. أعود لك ضيفي العزيز وأتساءل، هناك من يتساءل ما الذي يدفع الخارجين عن القانون للعيش في الأحياء العشوائية واتخاذها مقرا لنشاطاتهم المشبوهة على الرغم من اللجنة الأمنية منتشرة في الأحياء؟ هل يقودنا ذلك إلى تحليل ثقافة الحي ومستوى تعليم العاطلين فيه، أم أن الجهات الأمنية تتهيم من دخول هذه الأحياء؟ طيب الأحياء العشوائية طبعا هناك دراسات علمية اتفقت على أن هذه الأحياء، أما أن هذه الأحياء بسبب خصائصها الطبيعية يعني الفيزيائية من مستوى الخدمات، من نوعية المباني، من مساحة الطرق والدخول والخروج من هذه الأحياء، قصور الأسوار داخل بين المباني وسهولة التنقل بينها والهروب في حالة وجود مداهمات أمنية، أنها تكون هذه الأحياء بخصائصها، إضافة إلى طبعا انخفاض مستوى الأجور ويعني هجرة سكانها الأصليين، وبالتالي تصبح هي أماكن سهلة جدا لمن لديهم الرغبة في ارتكاب الجرائم، أنهم يجدون في هذه الأحياء فرصة لممارسة انحرافاتهم سواء في تصنيع الجريمة أو في يعني تصديرها. تصنيع الجريمة عندما أتكلم عن التزوير، التزييف، تصنيع المخدرات والمسكرات، الأشرطة الممنوعة، يعني عمل الأختام للجهات الحكومية وعمل وثائق رسمية في هذه الأحياء، هذه كلها أنشطة يعني مشهورة ومعروفة، غير هذه طبعا الأنشطة الأخرى اللي يعني ربما انتشرت لأحد الأستاذ الكريم يعني مهمة كبيرة، أنه يعني عملية الإجهاض أحيانا تدخل في عيادات طبية غير يعني صحية تماما، وقد يتوفى جريمة بشكل عام. شكرا لك المريض. نعم هذا هو، فما بالك في نعم. فطبيعة هذه الأحياء هي قد تكون جاذبة لهؤلاء المجرمين الذين يجدون فيها فرصة لممارسة الجرائم. عموما احنا وضعنا الموضوع على طاولة النقاش، اتمنى ان المسؤولين الغيورين على امن البلد وعلى مصلحة البلد انهم يشوفون من هذه التقارير وينسون موضوع انه
دولة سلبيين ولا دولة يركزون على السلبيات، طبيعي طبيعة المجتمعات الحقيقة والصحيحة أنه يكون فيها نجاح وتكون الأمور تمشي فيها بسلاسة، عندما يحدث خطأ فهذا هو الغريب لذلك يتم النقاش فيه. نترك إحنا التحليلات النفسية للناس اللي يقدمون منتج والمراسلين ولا الصحفيين ولا الضيوف، ونروح إحنا للمشكلة نتمنى حلها، أتمنى أن نناقش في مستقبل أنه هذه الظاهرة تم القضاء عليها. شكرا لأستاذ علم الجريمة الدكتور إبراهيم الزبن، وشكرا لعضو مجلس الشورى الدكتور حمد القاضي، وشكرا لعضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء متقاعد اللواء طيار متقاعد عبد الله بن عبد الكريم السعدون عضو مجلس الشورى أيضا، شكرا على مشاركتهم الهاتفية. ألقاكم بعد الفاصل.